السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بغرور متناهي طلع حسن شاكوش مع بسمة وهبة في البرنامج، وهو في حالة غرور وفي حالة تكبر، وهو نسي كل حاجة عن بداياته، وما يعرفش ان كانت بداية شهرته هي اغنية بنت الجيران. بنت الجيران دي لما اول ما طلعوها فضربت وجابت 800 مليون مشاهدة. على طول بصينا لقينا حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال بقوا نجوم في اغاني المهرجانات، لان اغنيه بنت الجيران جابت 800 مليون مشاهده، وبقوا من عليه القوم، بقوا من الناس الاغنياء. وبعدين هو بيقول لك ايه، وبعدين بيقول لك الناس كلها بتطلع تتكلم علينا وبتقول كلام كذب، والكلام ده ما بيحصلش، وانا عمري ما اكلت ما جبت فلوس حرام. طب انت عمرك ما جبت فلوس حرام؟ طب يعني انت ما بتغنيش ورا الرقصات، ما بتغنيش في الكباريهات، ما بتنزلش الاغاني بتاعتك على اليوتيوب، دي او الحاجات دي مش حرام؟ وكان سبب فكان رده ان هو ان انا بعمل الحاجات دي يعني عشان مش وانا مش هشتغل، ما انا لازم اعمل الحاجات دي عشان مش اشتغل ويبقى لي عمل اكتسب منه الرزق بتاعي. طيب اكتسب منه يعني من الغنى ولا الرقصات ولا من الغنى والكباريهات؟ وبعدين رجع بيقول لك ايه، ان انا الفرح بتاعي كلف 4 مليون و200 الف. ايه الدخل الكبير قوي دوت اللي يجيب 4 مليون و200 الف؟ ده من اغاني بتاعت المهرجانات والغنى ورا الرقصات والكبريهات هي اللي بتجيب الفلوس دي كلها. يعني انت اول ما طلعتوا كانت الاغاني ديت يعني مستواها هابط وما حدش بيسمعها غير الناس اللي هي يعني اللي هم العمال السواقين في العربيات الميكروباص كانوا يشغلوا الاغاني دي. طيب هي صحيح، لكن ما ترتقيش مثلا لاغاني عبد الحليم واغاني الناس الكبار زي عبد الحليم وفايز احمد والناس دي. وبعدين احنا برضو ما نرضاش ان حد يتكلم عليك يتكلموا عليكوا ان مجموعه مع بعضها حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال. ما نرضاش ان حد يتكلم عليكوا كلام يعني مش لا يطابق الحقيقه. انتوا طبعا ناس اجتهدتوا واشتغلتوا لغايه ما قدرتوا تحققوا نجاح برضو في العمل بتاعكم. فكويس جدا ان انتوا اللي انتوا وصلتوا له بس يعني انتوا كده غطيتوا الساحه في جميع الاغاني اللي انتوا بتغنوها. وبعدين انت بتقول احنا ما بنكذبش، احنا ومين اللي بيكذب؟ كل يعني في مصدر رزق يكون يخلي الواحد يصرف في الليله الواحده 4 مليون جنيه، 4 مليون و200 الف 200 الف جنيه في ليله واحده؟ فطبعا دوت مصدر دخل غير طبيعي من هذه الاغاني الغير هادفه اللي ملهاش اي غرض ولا لهاش اي هدف
يعني هي أغاني للتسلية وتسلية وتمضية الوقت، لكن ملهاش هدف اجتماعي ولا هدف إصلاحي زي أو حماسي زي الأغاني بتاعت زمان، بتاعت الزمن الجميل. لكن هي معظم اغانيكم هي بتتغنى فين؟ بتتغنى ورا الرقصات، بتتغنى في الافراح، بتتغنى في الكباريهات. ده يعني ما بتلتقيش الاغاني بتاعت الزمن الجميل اللي هي الاغاني زي اغاني محمد ثروت، زي اغاني عبد الحليم حافظ، الاغاني اللي هي يعني ثابته في الاذهان لغايه دلوقتي. لكن انتوا الاغنيه بتاعتكم يا دوبك عقبال ما تظهر تكون عقبال ما الناس تسمعها، ومفيش ولا اغنيه الناس يعني في ذاكره الناس. لكن الاغاني بتاعت الزمن الجميل كانت الاغاني لسه ثابته في اذهان الناس على مر السنين، ب 20 سنة، ب 30 سنة، عمر الأغاني دي ما هتتنسي. لكن برضو نرجع ونقول ده مجهود، يعني مجهود سليم، لأن انتوا يعني برضو بذلتوا مجهود على أساس ان انتوا تطلعوا بهذه المجموعة من الأغاني. بس المفروض ان انتوا تجددوا وتحاولوا تطوروا من الاغاني بتاعتكم عشان ما تنكوش ثابتين على منهج واحد ووتيره واحده في اغاني، انها تاخدش غير الوقت اللي هي طالعه فيه، وبعد كم شهر تبص تلاقيها اتنست. وهي مجموعة أغاني على وتيرة واحدة اللي انت بتغنيها، حمو بيكا، حسن شاكوش، عمر كمال، كلها أغاني واحدة، وهي أغاني المهرجانات فيها، وهي أغاني المهرجانات. لكن هي لا تمس المجتمع وليس لها أي هدف ولا أي حماس، ولا تحس الناس على يعني على 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 مجهود معين، أو يعني ما فيهاش اي غرض، او ملهاش اي هدف غير تمضية الوقت وسماع الأغنية، ينتهي بعد انتهاء الأغنية. يعني الانسان بيفتكر الأغنية طول ما بتتذاع مثلا شهر شهرين، بعد كده الأغنية تتنسي ويتنسي صاحبها. لكن الدخل والإيراد اللي بيجي من الأغاني ديت يعني دخل غير طبيعي، ودخل كبير. يعني ما كانش حد يتوقع إن الدخل الكبير دوت يجي من أغاني المهرجانات اللي هي أغاني وقتية بتاخد وقتها وتمشي. الدخل زيادة عن يعني الدخل زيادة في إنه يجعل واحد بس يصرف في الليلة 4,200,000، اللي هو الفرح بتاعك. لكن نرجع ونقول ربنا يوفقكم، وربنا يوفقكم، ربنا يوفقكم، ويكون دوت يعني في سبيل التطوير، في سبيل تطوير أغانيكم، حتى يعني توصل للأغاني لها هدف، وبتعالج المجتمع ويكون مستواها راقي. ربنا يوفقكم يا رب، يوفقكم جميعا ويوفقكم جميعا. وده اللقاء اللي بسمة وهبة كانت عاملاه مع حسن شاكوش، ان كل مين هب ودب، كل واحد مالوش ولا شغل ولا مشغلة طالع يقول لك انا مش عارفة ايه. في مثل انجليزي بيقولي حسن look who is talking، بتكلم حلال وحرام ان انت تنزل خبر كاتب بتغني في اماكن ما فيها برضو الحاجات اللي انت بتقول عليها. طب ما انا هعمل ايه، هقعد في البيت؟ طب ما انت كمان بترفع شغلك على اليوتيوب عشان المشاهدات والكلام ده. انا برفع شغل عشان وبتكسب بنفس الطريقه. عمري ما عملت حاجه حرام. ايوه متكلف حوالي 4 مليون 4 مليون، ان انا ما كنتش واحد قاعد
على الناصية ولا قاعد على القهوة، إن كل مين هب ودب.